نقرع كلمة إلا تسكت للناس والله أنت محاك من الميكرو. ما نقرع كلمة إلا تسكتوا كاملين. ما حدكم وقوف والله يتكلم ما لقاش ما إلا نطلس الميكرو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله. السيد الرئيس محمد بن عبد العزيز. احنا شاكرينك ومؤيدينك على هذه الزياره اللي بعد مخرجات الحوار. احنا هم اول من نصرك في ولايه تقانت وفي موريتاني كامل ذي القبيله اللي قالها انت ومعاك كنا وما زلنا كنا معاك وحصلنا لك هون نسبه 60% الانتخابات الماضيه ومعاك ومأيدينك ومشاكرين الانجازات اللي عدلته في موريتاني اللي منها امن المغيطي ومن من 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 عند المغيطي الى 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 فصاله زي ما لك سمعت في موريتاني امن وينتخل من حانون السلام عليكم ما ينتخل ما هو من اربع بوابات وامنين هون الليله من اسرائيل ومن امريكا ومن الارهاب ومن كل شيء هذا كل حد يعرفه كل حد يعرف عنه امنين هون من كل شيء وهو اللي صعد اسرائيل سفارتهم من واكشوط وهو اللي في ايام صعبه منين ابا المغرب وابا الدول والملوك عن الغمه تنعقد في موريتانيا قلت لنا فرضك تعدلها ولو تحت الخيمه قلت لك تعدلها ولو تحت الخيمه وعدلتها على رغبه انفي والبطاله اللي كانت في موريتاني وهذا من الفساد اللي كانت فيه انت اصلحته ولاننا قابلينك تبني تعدد حد تلحقنا كنا خاسرين ونصلحه وتمشي عنا كيف ما قال الراجل فايت مطالبين بماموريه ثالثه ورابعه وخامسه ضربك انا ضربك عندي طلبين للمركز الاداري مركز الرشيد وعندي اثنين طلبات المنطقه قالها تلمس واحدة ندور المركز الرشيد الإداري يعود مقاطعة ولا هي هبة ولا وكيف النبيكة ولا وكيف المطالبات الكل يقولها ندور يعود مقاطعة احنا مركز الرشيد الإداري يلا يعود مقاطعة باللي كان فيه كانت فيه المقاومة نشت منه المقاومة نشت منه من أطار ومن سبق النيملان وسبق كل شيء المقاومة منطلقة من الرشيد المقاومة الضريح اللي تضرب به توقف عليه الصبح ناشئ من الرشيد احنا ندور الرشيد يعود مقاطعة وندور سد تشكشة خارجين بالسدين قالوا بغداد نموتوا ما نقلق ما لنا قابلين نموتوا شمامه نبيك اطمن هالخط ما لنا قابلين تشكش تنقلق عن الرشيد والحباطات ما لنا قابلين تشكش تنقلق عن الحباطات سيد احمد شكرا كافيك سيد احمد مطلب مطلبين المركز سيد الرئيس تلمس 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 هذه قريه خلوه نائيه تلمست 52 كيلو من تجكجه و41 كيلو من بلديه الواحات ونقطه عبور بين ادرار وتقانت ولا ينطبق عليها التقري العشوائي ولا تقد مدرستها تنضاف للرشيد ولا لبلده ثانيه به اللي 41 كيلو منه و52 وهذا يعرفوا الوالي ما فيها شافه ويعرفوا الحكام ويعرفوا طر تقانت ايوه شكرا ماني ساوي عندنا عين لها 600 عام قايمه عين واحده ذي ساكنه تشرب عين واحده لها 600 عين 600 عام قايمه وخسرت العين وخالينا نقلق ندور سونداش يا محمد بن عبد العزيز وندور سيارة طب وندور طريق وندور ورسو وندوروك لان قابل رانا لك ما نتاكلين ذاك على المنتخبون ندوروك انت تعرف شو تلمست تلمست وشويخ والمينان ما ندوروه عند دبيته ولا عند العمده ولا عند الولات ولا الحكام عند محمد بن عبد العزيز يعرف شو تلمست فيها رامب من الرشيد ايوه شكرا وشي جينا سيارتي اسعاف واعرف على انها قلقه خلينا نقلق عناياتنا ماتوا وحال ما فات جانا قراي الى اليوم ما فات جانا قراي واحنا عندنا 60 تلميذي حالا وكنا العقدويين خير من الدرس العقدويين خير من الدرس العقدويين رجال قرا ومثقفين ويعرفوا ما خير من اللي اللي كلهم عربي صح راي العام ممشي عنا قراي ممشي عنا قراي عقدوي سمعت علي خير من قراي سيد احمد كافيك خير من العقدويين العقدويين اعرف لهم شيء العقدويين اعرف لهم شيء السلام عليكم ورحمه الله الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أنا عندي كلمتين فقط، واحدة عندي دعاء باسمي كشيخ ورئيس مكتبة الشيخ محمد والشيخ المختار للتراث، والحمد لله الذي جمعنا بعد فراقنا قبل موت السيد الرئيس. أنا متكلم على نقطتين، واحدة شكرك لا لا وزبوشي سيد محمد، أنا ما نافق، تعرفني دائما نراك، رأيتك بتشيت وفلات تعرفني ما نافق، وموريتاني تعرفني ما نافق، يا قير نعرفه احنا الشيخ والمسلمين وموريتاني كامل.